صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة كده واحنا طيبين. ابتدينا النهاردة ان شاء الله كده اول 10 ايام من ذي الحجة، ان شاء الله كده يبقى عيد سعيد علينا يا رب، وبإذن الله عقبال ما العيد يجي يبقى خلاص خلصنا الوباء اللي عندنا ده. ربنا طبعا قادر على كل شيء، يرفعه في يوم، يعني في يوم وليلة يعني ان شاء الله. النهاردة عاملين سمك، ناس كتير كانت طالبه مني تتبيله السمك، فقلت بقى خلاص نعمل كمان النهارده سمك صينيه. هنبتدي بقى نحضر الاسبوع الجاي باذن الله لاكلات العيد ان شاء الله. من يوم هنبتديها كده، من يوم الاحد هنعمل حاجات بسيطه من اللحوم، وهنبتدي بقى لغايه مع بعض لغايه اخر يوم في العيد هعمل لكم اكلات حلوه جدا من اللحوم ان شاء الله تعجبكم، حاجات كمان انتوا طالبينها. ولو عايزين حاجات برضو قولوا لي انا عشان اعملها لكم، في حاجات كده ساعات بنبقى مسقطينها. طيب هنعمل النهارده سمك صينيه، بصراحه انا هعمله ببولتي، بس هو ممكن يتعمل ببوري او ببولتي، بس اغلب الناس حابه البولتي. اولا بيبقى انعم شويه، ثانيا بصراحه هو ارخص شويه من البوري. ده بالنسبه لصينيه السمك. هنقدم معاها ايه بقى؟ هنقدم معاها رز احمر، ما عملناهوش برضو قبل كده هنا، هنقدمه بطريقه ان شاء الله تعجبكم. تعالوا مع بعض نبتدي عشان انا مش عامله نسخه من السمك، فان شاء الله نعمله بسرعه ويستوي. السمك ما بياخدش وقت في السوى خالص. طيب ده بالنسبه للسمك. الحلو بتاعنا النهارده برضو زي ما انتوا كنتوا عايزين، هنعمل رواني. النهارده كل الطلبات اللي انتوا بتطلبوها عليا عندي على اللايف، على رسائل اللايف اهو بننفذها، وان شاء الله تتبسطوا منها. واللايف كمان شغال عشان النهارده، يا ريت اللي عايز اي حاجه نعملها الاسبوع الجاي والعيد يقولوا لي عشان هنبتدي نعملها من دلوقتي. كلاوي، كبده، مخ، قلوب، عكاوي، كوارع، اي حاجه من الحاجات دي. بلاش بقى نتطرق للحاجات اللي قلت لكم عليها امبارح عشان انا صراحه مش هعملها لكم. خلاص، ممبار، يعني وصفات جديده ومختلفه. خلاص انا هسخن الطاسه دي كويس. انا بقى عايزه الكبه في ايه؟ تعالوا اقول لكم المكونات اهو. سمك بولتي. السمك عشان يبقى حلو وطازه اولا يبقى لونه كده وردي، شايفين؟ والعين كده تحسها ان هي صاحيه، ماشي؟ العين تبقى صاحيه ودبلانه. يبقى لما نيجي نمسك السمكيه ونيجي نضغط كده بصبعنا تبقى ناشفه، مش تنزل معانا، شايفين؟ مش تنزل معانا. بننضفها كويس جدا 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 بالطريقه دي. بصوا لونها بينك وحلو ازاي، بننضفها كويس قوي، بنغسله كويس جدا. انا طبعا منضفاه وغسلاه. عايزه اصبح على مدام ناديه، صباح حلو جدا جدا بصراحه يعني. وعايزه اقول لها بجد لما بتكلمينا كل يوم ده بيدينا طاقه حلوه جدا واحنا بنحبك قوي. طيب معانا زبده، صلصه طماطم، شرايح ليمون، فلفل اخضر، مكعبات طماطم، جزر، ثوم، كمون، كزبره، فلفل حامي، كرفس، بصل اخضر، بطاطس. خلاص في الكبه بقى هعمل ايه؟ هعمل كده شويه جزر، شويه صغيرين كده من الجزر، ماشي؟ اهو كده اهو، ماشي، مع حبة كده من الكرفس والبصل الاخضر. خلاص اهو. التوم، التوم طبعا الاساس. الوصفة دي بقى واحدة صاحبتي اسكندرانية قالت لي عليها، رندا صاحبتي اللي قالت لي عليها، حلوه قوي 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 الوصفه دي، ماشي؟ اهو زيت. انا بنعمل طبعا سمك صينيه بس بالخلطه دي ما عملتهاش قبل كده، اللي هي فيها الحشوه اللي جوه السمك دي. الحشوه دي كمان عاملينها عشان ناكلها مع الرز، ماشي؟ اهو انا حطيت زيت. خلاص اهو حطينا زيت اهو. هحط الكزبرة، هحط الكمون، ملح وفلفل، فلفل اسود. بصوا انا الطاسة دي مسخناها كويس قوي. ليه بقى؟ عايزة اغلي غلوة السمك ده بقى، السمك السريع، ماشي؟ لو انتوا مش مستعجلين هتحطوا كله نايف نايف في الفرن ويستوي،
ده عشان انا ما عملتش نسخه ومستعجله، وفي ناس كتير بتبقى زي كده مستعجله عايزين يعملوا الحاجه بسرعه. هيحطوا اهو البطاطس. ايوه حاضر، هشيل لك الحلقه اهي. هنحط البطاطس، هنحط الجزر كده ماشي، هحط في الخلطه هنا ليمون، السمك بيحب الليمون جدا. خلاص هرش بقى على البطاطس ملح وفلفل اسود بالطريقه دي. الخلطه اهي، هقلبها بقى بالمعلقه. نقول تاني بقى عملنا الخلطه فيها ايه. حطينا في الكبه جزر، بصل، بصل اخضر، كرفس، ثوم ماشي، خلطناهم كويس قوي مع بعض. ورحنا حاطين التوابل بتاعتنا، بهارات سمك، كمون، كزبره ناشفه. حاضر ماشي. و هنحط هنا مكعب من مرقة السمك هنا اهو كده ماشي. هنزود بقى على الخلطة دي ايه، طماطم جميلة جدا على فكرة، بتديله طعم لذيذ قوي اهو ماشي. بس الحاجات كده اول باول عشان المكونات ما شاء الله كتيرة. وعايزة اوريك بقى هنعمل ايه في السمك اهو. طيب هجيب بقى فين البطاطس راحت. اهي بصوا نسيته، انا حطيتها فين. بص هنحشي كده بالحشوه اهي، ما نستخسرش كده، نحط حشوه حلوه عشان دي هناكلها. وهنحط هنا في بطاطس، هحطها كده، هحط بطاطسايه واحده جوه بطن كل سمكايه اهو كده. ونجيب بطاطسايه ونحطها ماشي. كده الخلطه دي جميله جدا عشان هناكلها مع الرز اهي. ماشي لو عايزين سبايسي هتحطوا فلفل حامي معايا، انا هحطه كده في الطاسه من بره صراحه، مش هفرمه جوه السمك الا لو انتوا بتحبوه سبايسي اعملوه كده. بصوا ما حطيناش ال، عايز احط بطاطسايه كمان، هنحط شريحه واحده بس من البطاطس جوه السمكيه، ممكن لو احط برضو شريحه ليمون. لو قضت برضو نحط كده ايه بس، انا عايزه بس يا دوبك يطرى اهو بس، لان السمك اصلا ما بياخدش مده خالص. احط السمك كده سخن شوية. هننزل عليه كده البطاطس.
الخلطه دي طبعا مش هنرميها. بصوا بقى هحط عليها صلصه، بقيه البصل، الكرفس، الليمون، الفلفل اهو كده عشان ما يبقاش حراق. بصوا هحط البطاطس كده اللي ايه اللي انا شوحتها شويه. التشويحه دي مهمه، بتسوي البطاطس اسرع لو انتوا الحاجه سريعه، لكن لو انتوا مش مستعجلين حطوا كله ني في ني، مش هيحصل اي حاجه. ايه رايكم في شكلها؟ شكلها حلو جدا. شكلها حلو على الكاميرا، وفي الحقيقه احلى كمان، عايزه اقول لكم، والريحه اللي طالعه حلوه جدا. حط بطاطسايه كمان. جزر، جزر. ماشي. الليمون بقى، الليمون ده مهم جدا، بيدي كده مزازه حلوه قوي للسمك. خلاص بصوا كده، خلاص كده هدخله الفرن عشان يستوي. تمام. وده بصراحه هسيبه كده عشان نشوف نتيجه السمك، لو احنا عايزينه من فوق الوش هيبقى عامل ازاي على البوتاجاز، ولو في الفرن كده. يعني ده السمكتين دول انا هسيبهم كده زي ما هم، ودي هسيبها كده زي ما هي. ايه رايكم بقى؟ نطلع فاصل، انا في الفاصل هدخل ده الفرن، وهرجع بعد الفاصل ان شاء الله اعمل لكم الرز الاحمر. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، هنبتدي بقى في الرز. هنعمل الرز وهدخل على طول ايه على التعليقات. ويا شريف لو سمحت شوف موضوع التليفون ده، الناس في الفاصل في ناس اتكلمت. معلش كنت مركزه في السمك. بصوا ينفع يا شيف نوري لهم بس لو سمحت صينيه السمك الجميله جدا اللي في الفرن دي؟ اتفرجوا عليها كده، بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا الالوان، وبجد مفيده جدا على فكره. كمان الناس اللي عاملين يعني زي ما بقول لكم كل يوم، ما بحبش اقول كلمه دايت، الناس اللي عاملين يعني بياكلوا بسعرات حراريه قليله، السمك ده ينفع جدا وهتبسطوا بيه جدا، وناكله حاف كده من غير اي حاجه، او بربع رغيف بلدي، او بمعلقتين رز اكل. معلقتين بمعنى ايه؟ مش معلقتين دي، مش معلقتين دي، لا دي، شايفين؟ من معلقتين لثلاث معالق من ده، مش من ده، عشان بس الناس ايه بتتلخبط، من دي اللي هي ايه معلقه الاكل العاديه اهي. خلاص تمام ماشي. نعمل بقى الرز بتاعنا الجميل ده. عباره عن ايه بقى الرز الاحمر؟ رز مصري، طماطم، ثوم، صلصه، بصل، كمون، كزبره،
زبده، الزبده بتخليه طري وجميل جدا. بنحط الثوم والبصل مع بعض في نفس الوقت اهو، وبسيبه يدي لون كده جميل اهو كده اهو. بحط معاه الكمون، الكزبره، انا حطيت عليه معلقه زيت، بسيبه كده شويه وهحط الزبده بس ايه كمان شويه. خلاص تعالوا بقى ايه، عقبال ما البصل يدوب كده شويه نعمل النهارده مش عامله من اي حاجه نسخه غير الرواني، وحتى بسويها دلوقتي اهو في الفرن عشان عايزاها سخنه عشان لما اسقيها اسهل لكم بالشربات. بصوا بقى، طيب معانا منى، معانا منى. الو. ايوه منونه. الو. ايوه يا منى. ازاي؟ ازيك انت حبيبتي، عامله ايه؟ بحبك قوي يا روح قلبي. وانا كمان، اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه حضرتك طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه، وانت طيبه. عايزه يا منى اعمل لك حاجه معينه نفسك فيها؟ ممكن اطلب طريقه الايس كريم اللي بره. حاضر، الايس كريم ان شاء الله هنعمله يوم الاثنين الجاي، هنعمله بالفواكه الموجوده عندنا في الموسم. بفكر اعمله بالبطيخ، اعمله يعني هنشوف ايه الفواكه اللي موجوده. الفانيلا والشوكولاته برضو مطلوبه مني قوي. خلاص لو عايزه يا منى نوع معين من الايس كريم ابعتي لي على اللايف لو انت قفلتي. طيب اهو البصل، ابتدي بس احط له ايه، فلفل اسود وملح. الرز برضو انا عايزاه يستوي، فايه ان شاء الله كده ايه يستوي. أميرة علي، صباح الفل والجمال عليكي يا دودو، تسلم ايدك. والنبي يا دودو، عايزة اعمل طاجن سبيت، ممكن تقولي لي طريقته؟ حاضر هقولك طريقته حالا. السبيت بقى توم، كمون، كرفس، مكعبات طماطم، وتحطي السبيت كل ده ني في ني مع بصل اخضر، وتحطي عليه معلقتين زيت وتدخليه الفرن، وكده يبقى الطاجن بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. مكعبات طماطم، بصل اخضر، ممكن نحط كرفس كده، قطعه من الكرفس، زيت، ثوم، كمون، كزبره ناشفه، ملح وفلفل اسود، وكده نبقى عملنا طاجن سبيت حلو قوي. ايمان محمود، احلى صباح عليك يا شيف غاده، ممكن وصفات دايت للسلطه بس يبقى طعمها حلو؟ تسلم ايدك حبيبتي. بصي انا كنت عامله وصفات سلطه من شهر تقريبا. بصي كده يا دينا، لو عندنا وصفات سلطه ننزلها. انا كنت عامله كذا نوع سلطه وكلهم سعرات حراريه قليله، وان شاء الله احنا بعد العيد ممكن نعمل برضو اسبوع السلطات، السلطات الناس كلها بتحبها، وبصراحه بنبقى محتاجينها بالذات بعد الاعياد لانها بتبقى اجازه طويله، بناكل زي ما احنا عايزين، بنبقى مسافرين، بنبقى متجمعين، فبناكل كتير وبنبقى قاعدين مقنتخين، فايه فبنتخن. احلى حاجه ان احنا نتخن بسرعه ونيجي نخس بقى ايه، نقعد سنتين عشان نخس. يعني دايما الرجاله بيبقى عندهم ميزه عن الستات اكتر، ان الراجل ممكن يخس فجاه 3 كيلو في الاسبوع بسهوله، يعني هو بس يبطل بس الاكل اللي بياكله ويمشي شويه يخس. احنا لا، احنا الموضوع بياخد معانا مده شويه. ماشي. نيرفانا زياده، صباح الفل يا حبيبتي، عايزه طريقه الشركسيه. حاضر هننزلها لك. صباح الخير، منوره من العراق، جوزه العبيدي. وردة السيد، صباح الخير، انا بحبك جدا، ممكن تقولي لي اسم بنتي؟ جودي ياسر. جودي، صباح الفل يا جودي. طيب اهو البصل، خلاص ممكن نشوح الصلصة وبعدين احط الرز اهو، معلقة واحدة من الصلصة عشان انا عايزة احط طماطم. لو عايزين تعملوها بطماطم بس من غير صلصة ماشي برضو. كوباية الرز المصري عليها كوباية مية مغلية. خلاص نقلب كده كويس قوي. حاضر اهو، تمام. نحط زبدة، 3 مكعبات زبدة كده عشان عايزة احط مكعبين في الاخر خالص، بيطري الرز وبينعم. ابتدي بقى احط المية، كده تمام. هتقولي لي يا غدا انت معايرتيش؟ لا انا بعرف، ماشي بالخبره هنعرف. خلاص اهو
حطي كله على يعني حطي مثلا ثلاثة دلوقتي. حطي سلطة الرز عشان ناس كتير بتبقى نفسها تاكل رز، فاحنا عاملينه بطريقة حلوة قوي. حطي سلطة البنجر مفيدة جدا اللي بالتفاح، حطي سلطة البسلة. ماشي طيب، نغطي بقى كده الرز ونكمل اللايف بتاعنا. شريف لما تحب انت تطلع فاصل عشان وقتك قولي، خلاص انا هنا حاطه الرز يستوي هتكلم لغايه ما انت تقولي غدا اطلعي فاصل. ماشي معانا مريم، كنت لسه هقول برضو مريم سؤال، ليه السمك البلطي لما بقليه بيكون جوه ميه؟ لا جديده دي يا مريم بالنسبه لي، مش عارفه ميه ازاي. طيب قولي لي معايا مريم. الو ايوه يا مريم. يا مريم انا سامعاكي، اسمعيني من التليفون. ماشي الو. ايوه يا مريم اتفضلي. بصي يا مريم اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون، وبالليل اتفرجي على قاعده على صوتك. خلاص يلا قولي لي حبيبتي عايزه تساليني على ايه. انا بحبك قوي يا روح قلبي، وانا كمان يا حبيبتي وانا كمان. بتعملي الاكلات اللي احنا بنعملها ولا بتتفرجي علينا بس؟ لا بعملها. بتعمليها؟ طب عايزه تساليني على وصفه معينه؟ كنت عايزه اعرف مكرونة بشاميل. حاضر حاضر هنزلها لك. طيب جوزة العبيدي، احنا نحبك. انا بقراها زي ما مكتوبه كليش هوايه، هي واضح ان انا بحبك قوي يعني وانا كمان. ارت كرافتس، صباح النور شيف غاده، ما شاء الله امرايا ربنا يحفظك، حلو جدا لبسك، بحب ستايل لبسك جدا. شكرا شكرا يا حبيبتي قوي. طيب ام وعد، صباحك يا احلى شيف، ما شاء الله منوره ربنا يحفظك بموت فيك. شكرا يا ام وعد وربنا. ماشي الفردوس الاعلى، صباحك ورد وفل، ممكن اهداء لاحفادي فاطمه ومحمد وعمر موسى ومحمد وهنا عمر، واقول لهم حبايب قلبي وعيد سعيد. الفردوس الاعلى هي واضح انها جده بتعيد على احفادها فاطمه ومحمد وعمر ومحمد وهنا. ايه يا شريف؟ ماشي هقول اسمين واطلع فاصل. فاطمه محمد لو سمحتي عايزه طريقه البسبوسه. حاضر يا فاطمه، لو عندنا هنزلها لك دلوقتي، مش عندنا هقولها لك. مريم الايس كريم بالقهوه والكراميل، ما عملناهوش قبل كده يا مريم، خلاص يوم الاثنين هعمل ايس كريم بالكراميل وبالقهوه. عايشه صباح الخير، شكرا على برنامج الروعه من ليبيا، شكرا يا عايشه. ياسمينه العراق، كلهم متعودين ياكلون سمك يوم الاربع، اما مشوي او مقلي مع رز احمر او خبز مصنوع من طحين الرز، لكن بسبب الصيف الحار وانقطاع التيار الكهرباء بكثر انقطع العديد مننا. والله يا ياسمين انا اول مره اعرف المعلومه دي، ان في العراق يوم الاربع بتاكلوا سمك. بيبعت لنا بتاكلوا سمك ليه يوم الاربع؟ يعني اشمعنى الاربع بالذات؟ ليه مش ويك اند؟ يعني احنا في مصر في الغالب، مش كلنا بس غالبية العظمى، بيحبوا ياكلوا سمك يوم الجمعة، يعني بيبقى اجازة، بيحسوا بقى السمك حاجة بقى زفرة وعايزة تتفصص وكده. يعني حتى محلات السمك بتبقى يوم الجمعة الدنيا زحمة قوي، السمك بيخلص بسرعة قوي. فانتي قولي لنا، احنا عشان اجازة، انتي قولي لنا ليه يوم الاربع في العراق بالذات بياكلوا سمك؟ طيب احنا هنطلع فاصل بقى، هنرجع بعد الفاصل نعمل الرواني ان شاء الله تعجبكم، اللي كان طالب مني كتير جدا، كانوا طالبين مني الرواني، وبصراحة انا بقالي فتره طويله ما اكلتهاش وما عملتهاش غير مره في حياتي. انا عامله منها نسخه النهارده، سهله بسيطه صراحه، ما لقيتش انها صعبه خالص. فنطلع فاصل نرجع عشان نعمل الرواني، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، دلوقتي تعالوا مع بعض بقى نشوف وصفه الرواني عباره عن ايه. عباره عن دقيق، بصوا انا هقراها كمان من الكيو كارد عشان زي ما بقول لكم ما بعملهاش كتير، فهنفتكرها مع بعض، بس عايزه اقول لكم النتيجه هتطلع حلوه قوي، بالذات الناس اللي بتحب الحاجات الطريه والمسكره كده. لا هي جميله بتشرب، تتشرب كده مع شاي على فكره حلوه قوي، بس يا ريت الشاي بالنعناع كده من غير سكر. ماشي طيب، اول حاجه عندنا بيض، عندنا دقيق، عندنا سميد، عندنا جوز هند، عندنا سكر، بيكنج باودر وفانيلا ورشه ملح. اول حاجه بعملها ان انا بحط البيض هنا وافضل اخفقه لمده لا تقل عن
من 5 لـ7 دقايق. خلاص اهو. طيب انتوا سامعيني لو في لايف؟ الناس سامعه؟ هيا شريف. طيب بسنت علاء، انا بحبك قوي، كل سنه وانت طيبه. وانا كمان يا بسنت. ابو علي ممكن تشوفي التعليق؟ انا شفته بس ما شفتش انت كاتب ايه. ماشي. امل يحيى، احلى ما فيكي تطبخي بقلبك، اكلك كله اكلك كله طاقه ايجابيه. بصراحه يا امل دي من المسجات الحلوه قوي 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 اللي عجبتني. امل كاتبالي بتقول لي احلى ما فيكي ان انت بتطبخي بقلبك، اكلك كله طاقه ايجابيه. فعلا انا يا جماعه فعلا انا مش بطبخ حاجه مش بحبها، يعني ولا حاجه من اللي انا عملتها في سفره طبختها انا ما بحبش اكلها، دي اولا. ثانيا حتى في اكلات معينه كده معينه انا مش بعملها خالص ومش بقدر اعملها. انتوا لو لاحظتوا هتلاقوني ما بعملهاش خالص. انا فعلا ما بطبخش غير اللي انا بحبه، وعلى فكره ما بطبخش الحاجه غير وهي مستويه، ما بطلعلكوش الحاجه غير هي مستويه تماما. عمري ما طلعت اكل نص سوا. بحب اعمل لكم الاكل فعلا فعلا بحب، عشان انا فعلا ببقى مبسوطه قوي وانا بعمل الموضوع ده. بحب اعمل الاكل يبقى فيه الوان كتير، عشان العين بتتبسط جدا من الاكل اللي فيه الوان، وفعلا بيدينا طاقه ايجابيه. وعايزه اقول لكم ان كل لون ربنا خلقه في الفواكه او الخضار ليه فايده عندنا في جسمنا، يعني كل لون الالوان دي اصلا ربنا يعني ما فيش حاجه عندنا في الطبيعه مش ملونه. الورد ملون، حتى السماء لما القوس القزح بيطلع بيبقى ملون، حتى الجناين في جناين ملونه، الفواكه ملونه. فربنا بجد لما انعم علينا بنعمه الالوان، عشان الالوان دي كل لون ليه طاقه، كل لون ليه الفوايد بتاعته. حتى لما بنلبس، يعني انا النهارده مثلا لابسه اسود في ابيض وفي خطوط صفراء، الالوان دي كمان بتدي للجسم بتاعنا طاقه. ففعلا طاقه الالوان من الطاقات الحلوه جدا. ماشي. طيب هحط دلوقتي الفانيلا مع رشة الملح وارجع تاني اعمله. بصوا هنا بقى، هنا بنخلط الدقيق مع السميد. خلاص اهو مع السكر، حطينا دي سميد سكر. هبتدي بقى احطهم هنا شويه بشويه. اعملهم بس كده. المقادير مكتوبه عندكم بالظبط على الشاشه عشان نعملها. خلاص. ايوه يا سلمى. انا عشان الخبطهم بس. انا معاكي يا سلمى. الو. ايوه يا سلمى انا سامعاكي، اتفضلي. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بحبك قوي يا حبيبتي. وانا كمان. بتحبي الرواني؟ كلتيها قبل كده كيك الرواني؟ لا. طب جربيها بقى، عشان انا متاكده انها هتعجبك جدا. عايزه تقولي لي على حاجه معينه اعملها لك؟ هي قفلت. طيب نبتدي بقى نحطه كده بالراحه. وهنا جوز الهند مع البيكنج باودر. البيكنج باودر بنحط معلقه صغيره.
او الباكت يعني. وجوز الهند. شفتوا قد ايه سهلة وبسيطة؟ نقول بقى عملنا ايه سريعا قبل ما نحطها في الصينية. عملنا حطينا سبع هنا خمس بيضات، خمس بيضات المقادير هقول لكم. بصوا خلي المقادير نازليها يدينا لو سمحتي وانا اقول لكم الخطوات. حطينا بيض قعدنا نخفقه من خمس لسبع دقايق ورحنا حاطين معاه الفانيلا ورشة الملح وكملنا الخفق بتاعه او الضرب، وبعد كده خلطنا السميد مع الدقيق مع السكر خلطناهم كويس جدا مع بعض وحطينا البيكن باودر ورحنا حاطينهم شوية بشوية بالمضرب الكهرباء، وبعد كده ابتدينا نحط جوز الهند. خلاص اهو الكمية دي تكفي صينية قد كده، شايفين الصينية اهي ماشي. عايزه اجيب من غير ما اوقع حاجه. بنحطها على درجه حراره من 180 ل 200 ولازم تبقى سخنه لما نطلعها واحنا بنسقيها بالشربات. خلاص هحطها في الفرن. تعالوا بقى بسرعه. ايوه يا استاذه نادية. ايوه يا شيف غاده، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا شيف غاده. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. كل سنه وانت طيبه وانت طيبه يا حبيبتي. ربنا يخليكي. والله على الحاجات الجميله الرائعه اللي انت بتعمليها. بتعجبك؟ كل طبعا بتعجبني، وكل انت كده كل كده بتعجبيني يا شيف غاده على ربنا يخليك يا حبيبتي، جمالك وعلى كل حاجه والله بحقيقه ربنا يعني. شكرا ليكي. حضرتك طيبه. ميرسي يا حبيبتي قوي وانت طيبه، ربنا يخليكي يا رب. الله يخليك. وانا عايزه ابعت بقى تهنئه طبعا لولادي والنبي يا شيف غاده. ماشي ماشي يا حبيبتي. قولي لي التهنئه لمين؟ اتفضلي. عايزه ابعت تهنئه لاحفادي لمليكة احمد محمد عبد المنعم، وبقول لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وعباد 100 سنه، وابعت تهنئه لمامتها كل سنه وانتم طيبين لسمر محمد، سمر مصطفى محمد المكاوي وايا مصطفى محمد المكاوي واولاده، هو كل سنه هم طيبين وبخير لانهم بيحبوكي وبيحبوا يتفرجوا عليكي. يا حبيبتي ربنا يخليكي. وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والحلقه حمدي والحلا مؤمن حمدي والادم مؤمن حمدي والمالك احمد محمد عبد المنعم، كل سنه وانتم كلكم طيبين وبخير وتقولنا بالف سلامه ان شاء الله باذن الله. دول احفادك؟ تسلم ايديكي يا شيف غاده، تسلم ايديكي. استاذه ناديه دول احفادك اللي انت بتهديهم؟ احفادي بقى الصغيرين دول سمر اثنين ولادك مالك ومليكة وآية اثنين لحلا وادم كلهم احفادي، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب يا رب حبيبتي. طيب حاضر ثواني بس يا شيف، هنطلع فاصل على طول ينفع ولا طب ولا نطلع فاصل ونسال رواني بعد الفاصل؟ ماشي خلاص هطلع فاصل. طيب ممكن احط العسل؟ ماشي هحط العسل الابيض مع الميه السخنه المغليه وهقعد اقلبهم كويس جدا، عشان هو بصراحه بيحتاجوا هي الميه راحت فين؟ بيحتاجوا احنا هنطلع فاصل يا شريف، بيحتاجوا مجهود شويه. هحط هنا ميه مغليه، بصوا حطيت عسل ابيض، هحط هنا نص كوبايه ميه مغليه. انا لقيت الكاتل فاضي معرفش ليه، فايه نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا بعد الفاصل، هنزوق بقى دلوقتي الرواني. بصوا النسخه اللي انا عملتها الكيكه اهي، والتانيه لسه في الفرن بتستوي. السمك طلع اهو، وكمان بصوا كمان نخلص بس السمك ده ووريكم السمك. خلاص
بصوا كمان السمك الصينيه ده بقى بيبقى مهري اكتر. بصوا السمك الصينيه الريحه اللي طالعه خطيره خطيره، عايزه اقول لكم هو استوى. بصوا يعني اهو اهو، بصوا عامل ازاي، انا بس مش عايزه ايه ابوظه. بصوا نطلع حته صغننه كده ندقها ونخليه كده. نبص بقى على الرز، انا حطيت شرايح الطماطم اهو فوق الوش، هسيبه بس شويه قبل ما اغرفه اهو. خلاص انا قفلت عليه النار وهغرفه. نحط بقى هنا العسل الابيض ونحط عليه شويه من الميه المغليه، تقريبا نص كوبايه ميه مغليه عليهم، نص كوبايه شربات اهو ماشي. انا نسيت اطلب خله برضو امبارح، نسيت اطلب خله. بصوا هنعمل ايه كده بالشوكه عشان عايزاه من جوه تبقى طريه اهو، مفروض نعملها بخله. اوكي كده بتتاكل ساقعه او بارده، يعني ما تتحطش في التلاجه بس بتتاكل بارده. ماشي طيب، في هنا مربى مشمش ومربى فراوله، انا هحط الاثنين، انتوا تحطوا اي حاجه منهم الاثنين او تحطوا واحده براحتكم. كده اهو هحط المشمش، انا مظبطاكوا حلويات اهو بقالي ايه فتره. الاء انا بحبك قوي يا شيف غاده، وانا عيد ميلادي بعد كام يوم، كل سنه وانت طيبه يا الاء، عقبال كده 100 سنه يا حبيبتي ان شاء الله، فهنا وسعاده وفرح يا رب. اهي اخر حاجه بقى المكسرات كده خلاص، وكده نكون خلصنا الرواني عملنا. ده احنا لسه ما قدمناش اللي كده برضو يا شريف، كده نسيتني نغرف الرز. الرز افتكرت ان انا غرفته وخلصته كله. بصوا شكلها يجنن يجنن يجنن، وطعمها يجنن اكتر من شكلها. هنغرف الرز بقى بتاعنا. نحاول واحنا بنغرف الرز، عايزه اخلي ايه الطماطم فوق الوش، فهعمل كده احط الرز كده بس. شايفين الرز عامل ازاي؟ طري وفظيع. بنعرف ازاي ان احنا شاطرين بالذات في عمايل الرز، لما الرز يطلع من الحله ومفيش حاجه محروقه من تحت، ممكن متحمشه لكن مش محروقه خلاص. يعني انا بحب الحته اللي بتبقى كده ايه متكرمله من تحت دي اهو. ريحته فظيعه فظيعه بجد. عايزه احط الطماطم كده والله. طيب حاضر اهو.
خلاص يا شريف اخر كبشه اهي ماشي كده. خلصنا الرز الاحمر اللي بالطماطم، خلصنا صينيه السمك اللي بالبطاطس والجزر على الطريقه الاسكندراني جدا بالطماطم، عملنا الرواني، وتعالوا بس نشوف اخر حاجه اهي. شايفين صينيه السمك دي عامله ازاي؟ دي بجد جميله جدا جدا جدا، ودي تتقدم كده زي ما هي الصينيه كده تتقدم. اه انا ما وريتكوش السمكيه اهي اللي انا طلعتها، حلوه قوي. اظن ما حدش ممكن في الدنيا ياكل سمك مش مستوي، يعني اللحمه ممكن لكن السمك طعمه خطير خطير خطير. ماشي كده خلصت حلقه النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وابعتوا لي على اللايف الحاجات اللي انتوا عايزينها. حاضر، هتطلب مني المازيه؟ حاضر ماشي، مش هلحق بس اقرا بقيه الحاجات. ورده بتقول لي انت عسوله جدا، اهداء للاولاد اختي رقيه ومدا ومرام حبايبي. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. ميرسي جدا على الحاجات الحلوه اللي انتوا قلتها لي النهارده، شكرا ليكي. ولكل الستات البيوت بجد ببعت لهم حب كبير جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.